طب انا ما بعرف اذا انا فسرت لك شوي، بس بدنا نرجع نحكي بهذا الموضوع. صار لي اكثر من 20 سنه، مش 20 سنه، انا لانه وقت اولادي خلقوا ما كان عنا نحن ظاهره هذا الحليب المخصص للاطفال بعد عمر السنه. هذا الحليب دخل على السوق يعني من عمر بنتي تقريبا، من شي 12 13 سنه. ما بعرف ليش فات على السوق بهالقوه، وانا صرت قايله كذا مره انه هذا الحليب اجمالا فيه سكر كتير. ما بعرف اذا حضرتك عندك فكرة عن الحليب اللي عم بينعطى لمعظم أطفال لبنان، يلي هو حليب مدعم أول شيء بالفيتامينات. هذا أول سؤال بدي أسألك عنه، إذا ضروري الأولاد ياخدوا فيتامينات هالقد موجود وين ما كان، هيدا غير الحبوب الفيتامينات اللي بينعطوا للأولاد. وتاني شيء، هذا الحليب عم بيقولوا إنه لأنه ما فيه كتير بروتينات تيخففوا الرين اللود على الأولاد. وتالت سؤال هو كله سكر، سو شو رأيك دكتور بهذا الموضوع اللي عم بينعطى لاولادنا لاطفال لبنان، وخاصة انه في نسبة كتير كبيرة من اولادنا عم بيعانوا من البدانة؟ نعم، خلينا نبلش باول نقطة يلي هي نقطة الحليب يلي هو معدل. برجع بقول انه منظمة الصحة العالمية والامريكان اكاديمي اوف بيدياتريك، الاكاديمية الامريكية للاطفال يلي هي مثل الراعي تبع الممارسة الطب الأطفال الدقيقة للأطفال، ما بالوصاية طبعا ما بيوصوا الأهل أو الحكمة يوصفوا حليب، ماركات حليب فيها تعديلات. لسببين، أول شيء السبب الأساسي هو ما في لزوم، تاني شيء هيدول إذا بدنا نعطيهم لحدا مخصصين لفئة كتير صغيرة للأولاد عندهم سبب أساسي ليش ما بدنا نعطيهم هالقلب بروتين. بدنا نوصل لفكرة الرينو لود، يعني كمية البروتين يلي الكلاوي بدهم يعالجوه ويتعرضوا له. هيدي الرينو لود أو الضغط البروتين على الكلاوي ما لنا مشكلة بتاتا بولاد كلاويهم طبيعي، حتى بالولاد اللي عندهم كلوة واحدة بس كلوتهم طبيعية ما في لزوم ينحطوا على هدول الفورمولاز البودة الحليب المعدلة. لأن جسمهم فيهم يتحكم بكمية بالضغط أو بالتركيز تبع البروتين بدون ما نحن نضطر نعدل هذا الموضوع. طالما كمية الحليب مخلوطة مزبوط مع كمية المي مزبوط، هلا أي نوع حليب فيك تستعملي، فيك تزيد كمية الضغط على الكلاوي أو الرينو لود بمجرد تخفف المي. إذا بتلحق الترشيدات التعليمات تبع كيف طريقة تحضير الحليب، كم ملعقة بودرة مع كم سي سي مي، ما بكونوا معرضين لهذا الشيء. 100%.